اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ كي داير الصحيح؟ على بس عليكم. هادي غتمشي للاخوان ديال التيك توك. شنو شكون راه عندنا هنايا؟ با ابراهيم، السلام عليكم. سلم على الاخوان، هضر من جالي السماع. السلام عليكم اخوات، كي دايرين اخوان الاخوات وكل شيء؟ صافا بخير كل شيء. ابراهيم لاتينو هو من لعب مامون استضافه في البرازيل. شكرا خويا مامون على هاد الجلسه المغربيه. جلسه مغربيه جاي تشوفها بالهموم ديالها وبالمشاكل ديالها. كلشي كي جاتك البرازيل؟ والله الا برازيل فاهمني، كان اللي شفت هنا وعامره ما بين بصح كله ديال الغرب اللي شتي ما نشوف فيهم الناس زينين وفيهم شوف كل شيء زوين غير مساكك اللي الله يهديهم مضيع طريقو كلو كل شيء ترونكي كل شيء ما كاينش المشاكل يعني شنو نقول لك ناس كاينين بزاف الله يعمر لهم الدار ولكن هاد الناس مساكن هادو اللي شفت بزاف عاوتاني هما اللي اثروا فيا صراحه هادشي ديال الخياطه راه ماشي ديال ابراهيم راه ديال الدري اللي كان عندكم حساب وراه جاي خياط ولا شي حاجه المهم خوتي تبارك الله عليكم تحيه كبيره ومرحبا بالناس ديال كولومبيا الله يحفظك الله يبارك راه ان شاء الله راه كيصور شي حاجه زوينه يعني غادي نعلمكم راه كيصور شي حاجه زوينه غادي يصور الايجابيات اللي كاين في البرازيل وغيصور شي امور سلبيه هو تبارك الله عليه عنده قناه يعني رائعه وعنده محتوى رائع اللي كنتمناو له التوفيق ومرحبا به حنا اللي علينا ندعموا خوتنا اللي شادين الطريق وغادي مزيان الله يسهلك اخويا الله يهديك اخويا المامون تراس عليكم ما كنتيش كره ما صورنا والو كي جات الحياه هنا في البرازيل اخويا شتيني في الجانب الزين شتيني في المود شتيني مع صحابك بحال كلشي يا صاحبي نشاط شتك في ديبريسيون شفتك في والله الا كلشي في اي حاجه اي أيوة والله يحفظك مرحبا الله يسهلك سبعه صنايع والرزق باذن الله ماشي ضايع تحياتي للجميع السلام عليكم